السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا طلاب الصف الحادي عشر الفرع العلمي، أهلا وسهلا بكم مجددا في المدارس الفلسطينية قطر. سوف نقوم باستكمال الوحدة الخامسة من منهج الرياضيات الفصل الدراسي الثاني، درس المتسلسلة. أخذنا الحصة الماضية المتتاليات عشان نفرق ما بين المتتاليات والمتسلسلات. المتتاليات نمط من الأعداد بخصوص بالإشارة فاصلة 2 5 8 11 وهكذا، لكن المتسلسلة بقدر أجمعها لأنه بتصير بدل الفاصلة جمع وهكذا. بنقدر نجمع هاي المتسلسلة، طبعا لو كانت المتسلسلة منتهية عشان أنا عارف لون آخر حد فيها أقدر أجمعها. طيب كمان حنتعرف في الدرس هذا على رمز السيجما. رمز هو بدل كلمة مجموع بعمل هذا الرمز سيجما. سيجما من ر تساوي واحد لعند ن حسب ما أنا بدي، لعند أول أربع حدود، أول خمس حدود، أول ست حدود حسب ما بدي. فهو جايب لي بدي يعني إيش مفهوم مجموع أول أربع حدود من ر تساوي واحد لر تساوي أربعة، طبعا تبع للقاعدة هذه. طب خلينا نشوف، نجيب الحل الأول. الحل الأول هو يساوي بدل ر نحط واحد، ثلاثة ضرب واحد زائد واحد هو يساوي أربعة. الحد الثاني ثلاثة ضرب اثنين زائد واحد هو يساوي سبعة. اللي وراء الحد الثالث ثلاثة ضرب، لاحظ أنا بشيل رقم الرتبة زائد واحد عشرة. الحد الرابع هو دي أول أربع حدود، ثلاثة ضرب أربعة زائد واحد 12 زائد واحد 13، وفي النهاية بدي أجمع لأنه بده مجموع ما بده الحدود، يعني بدي أجمع أربعة زائد سبعة زائد عشرة زائد 13 ويساوي 20 وعشرة 30 وأربعة أربعة وثلاثين. تمام؟ 11 10 21 21 و 4 21 13 34 تمام، يبقى مجموع 90%. إذا المجموع هاي بيساوي 34، مجموع أول أربع حدود. طب هاي السيجما لها خصائص زي أي علاقة في الرياضيات. أول حاجة بقولك أنت لو بدك تجيب مجموع أعداد ثابتة، بدل ما تقول مثلا قال لي بدي مجموع أول، بدي مجموع خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة وهكذا. بدل ما أقول أجمع هذا الضرب المتكرر اللي بتتذكره على طول، خمسة ضرب عددهم مثلا كان ستة سبعة، فأنا بقول لك مجموع العدد الثابت على طول بضرب النون في ألف أو ألف ضرب الدال. طيب مجموع ر تساوي واحد عدد مضروب في قاعدة ولتكن قاعدة مثلا حسب ما هو معرف لي إياها، تقدر تطلع العدد الثابت برا وتطلع المجموع اللي هو يعني. طيب نفس الفكرة، مجمع أو طرح اثنين قاعدتين، بوزع الجمع السمش مع الجمع وعلى الطرح توزع، يعني سين مجموع سين ر زائد أو ناقص مجموع صاد ر. كمان في قاعدة هم هدول القاعدتين هم محور الدرس اللي أنا بستغل عشان بالعدل في السؤالين. بقول لك إذا كان مجموع أو سيجما من ربطة واحدة نون ر، رمز ر إلها قاعدة تتبعيها، نون في نون زائد واحد على طبعا نون هي الرتبة اللي هنا، ر تربية نون في نون زائد واحد في نون زائد واحد على ستة. خلينا نشوف كيف نستفيد من هذا القانونين في حل السؤال. بقول لي جيب لي مجموعة متسلسلة، أول حاجة بدي أتبع الخاصية إنه المجموعة أو السيجما بتتوزع على الطرح أو الجمع، فمعناته أنا بدي أجيب مجموع ر تساوي واحد خمسة ر تربية ناقص مجموع ر تساوي واحد من خمسة ثلاثة ر. وإذا بتلاحظ هذه الثلاثة بقدر أطلعها برا كمان من خاصية هنا. تمام، طيب نيجي نشوف هذه حسب القاعدة اللي هي ر تربية
ايش بتقول لي حسب القاعده؟ نون في نون نا زائد واحد في اتنين نون زائد واحد على ستة ناقص. انا على سبيل المثال انا طلعت التلاتة مباشرة، تلاتة برا. بتصير لما نطلع التلاتة برا هذه، لما نطلع التلاتة برا بتصير مجهورة. طب هاي مجهورة قاعدتها نون في نون زائد واحد على اتنين. احنا نون معروف عندي اللي هي هنا خمسة، بقدر اعوض عن خمسة. خمسة في خمسة زائد واحد، اتنين ضرب خمسة زائد واحد على ستة ناقص تلاتة ضرب خمسة في خمسة زائد واحد على اتنين. طب نشوف خمسة ضرب ستة ضرب عشرة زائد واحد 11 على ستة، أنا ستة من ستة بتقول ناقص تلاتة ضرب خمسة ضرب ستة على اتنين، الاتنين معها بتقول بصير تلاتة. أصبح عندي 55 ناقص 3 ضرب 5 15 في 3 45 اطرحهم من بعض بيساوي 10. وضحت هذه الصورة؟ مباشرة على القانون، مجرد ما نشوف را، را تربية أو را بستخدم إذا علاقتين هذول. طيب بدي أشوف آخر مثال بس إنه مجموع أو سيجما را تساوي واحد للعشرة را تربيع زائد ألف را ناقص سبعة كلها يساوي 25، فما قيمة ألف؟ مطلوب مني قيمة ألف. فأنا أول حاجة بدي أوزع السيجما على الجمع المطلق، بتصفي عندي مجموع را تساوي واحد عشرة را تربيع زائد مجموع را تساوي 11، أنا الألف تلقائي بطلعها برا، لأن الألف اللي ثابت حجم العدد يتمي للعدد الحقيقي، طلعته برا، ناقص مجموع را تساوي 11 7، كل هذا المفترض يساوي 25. هذه تبع من القاعدة، ونفس الفكرة هذه تبع من القاعدة، هذه سهلة، هذه الخاصية الأولى، إن لما يكون مجموع عدد ثابت بندر نون في ألف. بتصير عندي خلينا نكتب قاعدة ثانية، نون في نون زائد واحد، اثنين نون زائد واحد على ستة، زائد ألف، نون في نون زائد واحد، ناقص عشرة في سبعة، كله بيساوي 25، خلينا أضبط الأمور وأعوض عن نون بقيمة عشرة، بتصير عشرة، عشرة زائد واحد، 2 ضرب 10 زائد 1 على 6 زائد ألف ضرب 10، 10 زائد 1 على 2 ناقص 70. بدي اطلعها برا بتصير عندي 25 موجب 70، يعني على السريع 95. طيب هنا نجمع 11 و20 زائد 1 21، إذا 10 ضرب 11 ضرب 21 على 6. مرة ثانية 10 زائد 1 11، 2 ضرب 10 20 زائد 1 21 زائد 2 ألف أو 10 ألف ضرب 11 على 2. يعني أنا ممكن أبسط هذا أكثر، هذا على 2 تختصر، على 2 3 على 2 5 عليها 1 عليها 7. حاول أضبط الأمور وأصغر الأرقام. قسمت على 2 10 على 5 10 6 على 2 3 3 قسمت على 21 7. أصبح عندي 35 ضرب 11 أو 55 ضرب 7 زائد هنا عليها 1 عليها 5، 55 ألف بيساوي 95. هذا لما نضربهم مع بعض 35 35 3 38 بتروح
85 زائد 55000 يساوي 95. انقل العدد بره بعكس اشارته بصير 55000 بتساوي 95 ناقص 85. 55000 بتساوي طبعا بنطرحهم من بعض بيطلع الاجابه بالسالب. تسعة اثنين ميتين وتسعين بس سالب. ليش؟ لأن التركيب بصير أكبر. هقسم على 55 على 55، ألف بتساوي 290 سالب على 55. أنا بحاول أبسطها، بقول القسمة على خمسة، ألف تساوي سالب، هنا 11، هنا 58، فسالب 58 على 11. مرة تانية أنا اشتغلت شغل عادي، عوضت في القانون هنا 10 لأنهم 10 وفي 10 في 11، 10 في 11، 2 في 10 20 زائد 21، وظبطت الأمور طلعت معايا 385. جبت هذه نفس الفكرة حظبطها، الألف حتنضرب في هذه في هذه، طبعا 10 و11 اختصرت وظبطت الأمور طلعت 55000، وطبعا كله بيساوي 95 لأنه هذه 70 زائد 25 95، وحليت المعادلة عليه طلعت معي 1000 سالب 58 على 11. بهيك بنكون خلصت رسم المسلسلات، اللي هي الراء والراء تربيع. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.